السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لجميع متابعي القناة ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا المتابعين الكرام، معطيات جديدة سوف نناقشها اليوم أو سوف نكشف عنها اليوم. تثبت المصادر بأن آلاف الدولارات تصرف يوميا بشكل يومي من أجل إبقاء زعيم مرتزقة البوليخاريو حيا. وطبعا من يصرف هذه الأموال؟ يصرفها النظام العسكري الجزائري الغبي والمغفل. وحتى إن كان مات، وحتى إن كان قد نفق، وحتى إن كان قد فطس هذا المرتزق الكبير، فإن فاتورة علاجه سوف تكون كبيرة جدا. وعلى النظام العسكري الجزائري الذي أدخل هذا المرتزق باسم مزور تحت اسم بلمبطوش وبهوية مزورة، عليه أن يدفع فاتورة كبيرة لإسبانيا. ونحن نعلم أن النظام العسكري الجزائري يعني لا يبخل على مرتزقة البوليساريو بصرف هذه الأموال، هذه الأموال الطائلة. 500 مليار دولار صرفت على البوليساريو طوال هذه السنوات، وما هي النتيجة؟ لا توجد نتيجة. وفي المقابل لدينا داخل الجزائر المواطنين الجزائريين ما زالوا يعانون ويتصارعون ويتقاتلون في طوابير الزيت والحليب والسميد والخضار وزيد وزيد وزيد. بمعنى آخر أن مرتزقة البوليساريو وقيادة مرتزقة البوليساريو أهم بكثير من الشعب الجزائري. بدل أن تصرف هذه الأموال على الشعب الجزائري وعلى المشاريع وعلى دعم هذه المواد، أبسط المواد الغذائية التي من المفترض أن تكون متوفرة، هم لا يقومون بدعم مرتزقة البوليساريو وبصرف هذه الأموال على مرتزقة البوليساريو. ولكم واسع النظر، المواطن الجزائري يقف في الطابور ويعاني من المجاعة، وأموال الدولة الجزائرية تصرف على مرتزقة البوليساريو بكل بساطة. ولكم أن تناقشوا هذا الموضوع متابعينا الكرام أسفل الفيديو، وأراكم في فيديو قادم إن شاء الله.